بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 99 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل عبد الرحمن من إحرام لا يقول: بعض الناس أو بعض المسلمين هداهم الله غلوا في تعظيم بعض القبور والأشخاص. فضيلة الشيخ، لعلكم تستهلون هذه الحلقة بالحديث عن هذا الموضوع، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يجوز الغلو في القبور، خصوصا قبور الصالحين، لا يجوز الغلو فيها، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، فلا يغلى فيها بأن تبنى أو ترفع أكثر من غيرها عن الأرض، أو تسرج بالسرج، أو يكتب عليها اسم الميت، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعظيم. بل تجعل القبور متساوية، لا تزيد عن قدر شبر ارتفاعها، قدر شبر مسنمة، كذا يقول أهل العلم. كما كانت قبور الصحابة رضي الله عنهم، كما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز رفع القبور لا بالبناء ولا بزيادة التراب، بل تجعل القبور متساوية ولا يغلى فيها بالتبرك بها أو بالاستغاثة، وهذا أشد، هذا شرك، الاستغاثة بالأموات، طلب الغوث منهم، طلب الحوائج منهم، هذا شرك أكبر. نعم. فضيلة الشيخ، في وقتنا الحاضر يعني كثرت وسائل سبل التعليم، فما واجب العلماء والدعاة والمرشدين في تصحيح هذه الاعتقادات الباطلة؟ الواجب على العلماء أن يبينوا السنة للناس، وينهوهم عن البدع وعن أسباب الشرك، أن يدرسوهم العقيدة ولو بصفة مختصرة، يدرسوهم أصول العقيدة ولا يتركوهم على العوايد والتقليد الأعمى والجهل. هذه مسؤولية العلماء وطلبة العلم. نعم. يقول: نرجو الإفادة في هذا السؤال، هل لحسن الخاتمة علامات بالنسبة للميت؟ حسن الخاتمة لها أسباب، ذلك بأن يستمر على الأعمال الصالحة حتى يأتيه الموت، لأنه لا يدري متى يموت، يستمر على العمل الصالح ويستمر على التوبة إلى الله عز وجل، ويسأل الله حسن الخاتمة. هذه أسباب. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المسلم يسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام، هذا من أسباب حسن الخاتمة. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل عبد الرحمن يقول: الذي يعلق خيطا لرفع البلاء أو دفعه، هذا شرك. إذا علق الخيط يزعم أنه يدفع البلاء، هذا الخيط أو أنه يرفع البلاء الناس، هذا شرك بالله، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. دفع البلاء أو رفعه هذا بيد الله سبحانه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. فيجب التعلق بالله، توكل على الله، ولا يتعلق بالخيوط والتعاويذ والحروز، هذه خرافات وهي من أسباب الشرك. نعم. يقول شيخ: بعض الناس يحرجوننا بكلمة أسأل أسألك بالله أن تعطيني كذا، أو أن تبيعني هذه السلعة، أو أن تخبرني بكذا. في بعض المرات يا شيخ نرفض تلبية هذا الطلب عندما لا يكون الطلب في محله، هل الرفض رغم كلمة أسألك بالله يعرضنا للإثم، أم أنه ليس علينا شيء في ذلك؟ إذا كان يسألك بالله شيئا مباحا فإن من تعظيم الله أن تجيبه. في الحديث: من سألكم بالله فأعطوه، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى.
وبالله هذه قسم، يعني أقسم عليك بالله أنت تبر بأخيك وتعطيه ما سأل إذا كنت تستطيع، وما طلبه منك مباح. أما إذا طلب منك شيئا لا تملكه أو لا يوجد عندك اعتذر إليه، ولا يجب عليك شيء. إذا سألك شيئا محرما أيضا هذا لا يجوز أن تجيبه. نعم. فضيلة الشيخ يسأل ويقول: الشخص هل يعذر بالجهل إذا فعل مكفرا أو منكرا غير ذلك؟ الأمور تنقسم إلى قسمين: أمور ظاهرة هذه لا يعذر فيها بالجهل، مثل الشرك، الكفر، السحر وما أشبه ذلك، هذه أمور ظاهرة الأدلة فيها واضحة صريحة، فلا يعذر بالجهل وهو يسمع القرآن، يسمع المواعظ، يسمع التذكير، قامت عليه الحجة وبلغته الحجة. أما الأمور الخفية التي لا بد من العلماء فيها ليبينوا حكمها، هذه يعذر فيها بالجهل حتى يبين له. نعم. يقول السائل: يا شيخ سعيد، أنا عند قراءتي للقرآن وعند مرور بسجدات، هل يجوز لي أن أسجد لغير القبلة وعلى غير طهارة؟ الأحسن أن تسجد للقبلة، لأن هذه عبادة، استقبال القبلة بالعبادات أحسن. نعم. له فقرة بالنسبة للترتيل، هل لابد من الترتيل أو أقرأه كما كنت؟ الترتيل المراد به القراءة المجودة التي ليس فيها غلو وليس فيها مبالغة في أحكام التجويد، القراءة المعتدلة التي بين التمطيط والتمديد الشديد والتشدد في القراءة وبين الهذ والهذرمة، يكون معتدلا في قراءة القرآن، هذا هو الترتيل المطلوب. نعم. هذه الأخت بسمة تقول: عند أختي ذهب منذ 30 سنة وهو معد لاستخدامه في المناسبات كالأعراس وزيارتنا للأقارب وغيرها، هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة على قول جمهور أهل العلم، وهو القول الذي تمشى مع أحوال الناس خصوصا الفقيرات التي إما أن تستدين وتزكي وإما أن تنحرم من الحلي، والدين يسر ولله الحمد. فالصحيح أن الذهب المستعمل الذي يعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه. نعم. يقول هذا السائل: أنا لدي نحل جوال وأتاجر بالعسل من منطقة إلى أخرى، هل فيه زكاة؟ نعم، إذا حصلت على دراهم من بيع العسل، حصلت على دراهم وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة. أما نفس العسل هذا محل خلاف بين العلماء، المذهب أنه لا زكاة فيه، الرأي الراجح يعني راجح في المذهب أنه لا زكاة فيه. وإذا زكيته من باب الاحتياط دفعت العشر، لأن يعني في عشر قرب قربة كما في الحديث أو الأثر، إذا أردت أن تزكي تخرج العشر. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، لي أخ كفيف وأيضا إحدى رجليه فيها عرج، هل يجوز لي أن أحج عنه مع أنه في 30 من عمره ولم يحج فريضة الإسلام؟ إذا كان يستطيع الذهاب والركوب والحمل يجب عليه الحج بنفسه حجة الإسلام، إذا كان ما يستطيع الركوب ولا النقل بصفة مستمرة فهذا يوكل من يحج عنه، مثل الشيخ الكبير والهرم والمريض مرضا مزمنا يؤكل. أما من يمكنه الحج ولو أنه يحمل في المشاعر وفي الطواف وفي السعي فإنه يجب عليه الحج. نعم. هذه الأخت السائلة أم عبد الله تقول: بالنسبة للمرأة عندما يأتيها العذر الشرعي وتريد أن تقوم بالعبادات ولكنها لا تستطيع، هل تؤجر على نيتها شيخ؟ إذا كانت تريد الخير وتريد فعل الطاعة ولكن إنها لا تستطيعها فإنها تؤجر على نيتها، إذا حبسها العذر عن ما تريده من الخير فإنه يكتب لها أجر النية، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إحدى الغزوات: إن في المدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تسأل عن أفضل الدعاء وما هي أوقاته وما حكم التنويع في الدعاء أو الاستمرار على دعاء معين؟ أفضل الدعاء لا إله إلا الله، لأن موسى عليه السلام سأل ربه أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به، قال له الله جل وعلا: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا له: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، الأراضين السبع وعامرهن وضعت في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة لا مالت بهن لا إله إلا الله، يعني السماوات السبع. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
كثير، وتكثر من قول لا إله إلا الله لأنها أفضل الذكر. وإذا أما الدعاء بحاجتك تدعو الله بما تحتاج إليه من أمور دينك ودنياك. نعم. السائل أبو سامي يقول: حدثونا عن الكسب الحلال وعن أهميته في حياة المسلم، وإذا كان الإنسان كسبه كان من بعض الربا يا فضيلة الشيخ، ما التوبة منه؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وتلا هاتين الآيتين الكريمتين، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأما ما ذكرته من أنك استعملت الربا أو أكلت من الربا، فإن كان الربا باق في ملكك فتخلص منه ووزعه على المحتاجين تخلصا منه، لا أنه صدقة لكن من باب التخلص. وإن كان استهلك ولم يبق منه شيء تكفي التوبة إلى الله، توبة الصادقة ولا تعود لذلك. نعم. يسأل السائل أبو معاذ من السودان يقول: أيهما أفضل في حج الفريضة؟ لأنني لم حج حتى الآن وعندي العزم إن شاء الله على الحج. أسأل عن الأنساك وهل الأجر فيها سواء؟ ليس الأجر فيها سواء، أكملها وأفضلها التمتع، وهو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج وتؤديها ثم تتحلل منها، ثم تحرم بعدها بالحج في اليوم الثامن وتذبح فدية إن كنت لست من ساكني مكة من غير أهل المسجد الحرام. هذا هو التمتع وهو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، أن يجعلوه عمرة ثم يحرمون بالحج بعدها، وتمنى ذلك لكنه منعه منه سوق الهدي، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: حديث من أحيل على ملي فليتبع، نود أن تبينوا فيه هذا الحديث. حديث واضح، إذا كان لك دين على شخص وحالك به على دين له عند آخر، وهذا المحال عليه ملي يعني غير مماطل وغير فقير، يعني حقك مضمون عنده، فإنه يلزمك القبول، قبول الحوالة. من أحيل على من أتبع على ملي فليتبع، هذا معناه. أما إذا كان المحال عليه لا تتمكن من أخذ حقك منه لأنه مماطل أو لأنه فقير فلا تقبل الحوالة. نعم. يقول هذا السائل: بأنني أثناء ذهابي إلى الصلاة أنا أستخدم الثوم، وذلك لتوجيه الطبيب، فأقوم وأتلثم في الصلاة، هل يجوز لي ذلك؟ إذا كان هذا بصفة مستمرة فلا تجب عليك، بصفة مستمرة فخفف الرائحة وحاول تخفيفها بالتلثم بأخذ شيء يذهب الرائحة، عالج الأمر ولا تترك صلاة الجماعة. أما إذا كنت سليما وأكلت بصلا أو ثوما وبقيت رائحته فيك فلا تذهب إلى المسجد حتى تزول. نعم. يقول هذا السائل في سؤال له: الأخ محمد ألف ألف، اشتريت سيارة كبيرة من شخص وقال لك الخيار لمدة 3 أيام، إذا حصل في هذه السيارة عيب ترجعها، ولما وصلت بلدتي وإذا فيها عيب يخل في الماكينة فرجعت له فقال: ليس لك عندي شيء، هل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ لا يجوز له أن يقول هذا، إذا تبين السيارة عيب ولم يبينه لك، إذا بينه لك ورضيت به فليس لك عليه شيء، أما إذا لم يبينه جحده أو هو لم يعلم به تبين فإن هذا لا يستحق لك أرش العيب، أو أن ترد السيارة وتأخذ القيمة التي دفعتها له. نعم. الأخت السائلة تقول بأنها تسكن بالدور العلوي مع أهل زوجها، وإذا نزلت عند والدته تلاقي مشاكل وأمور مع أهله تعكر عليها حياتها، مع أنها متفاهمة مع زوجها، هل تقول إذا قطعت الصلة بوالدة زوجي وزياراتهم أكون قاطعة للرحم؟ ونرجو من الشيخ نصيحة. هذه ما هي برحم، قضية مصاهرة ما هي رحم، ولكن عليك بالإحسان إلى أم زوجك، عليك بالإحسان وإرضائها وعدم منازعتها، فإذا رضيت الحمد لله، وإن لم ترضى وهي تغضب من مجيئك فلا تذهبي
إليها، لأن السبب جاء من قبلها هي. نعم. تذكر السائلة وتقول بأنها تذهب إلى الرياض لزيارة أهلها وأقاربها وتقيم عندهم 4 أيام، تسأل عن القصر والجمع لهم، علما بأن المدينة تبعد عن الرياض 170 كيلومتر. أما القصر فلا بأس به إذا كانت إقامتها 4 أيام أو أقل، تعرف أنها ستقيم مدة 4 أيام أو أقل إنها تقصر، وأما الجمع فلا داعي له، هي نازلة فتصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخلت وهم يصلون على جنازة، هل أدخل معهم في صلاة الجنازة أم أبدأ بصلاة الفرض؟ لا، تصلي معهم صلاة الجنازة لأنها تفوت، والفرض موسع والحمد لله، تصليه بعد صلاة الجنازة. نعم. يسأل هذا الشيخ ويقول: ما أفضل كتب الحديث في نظركم الذي يريد أن يتعمق فيها؟ كتب الحديث أرفعها وأصحها الصحيحان، صحيح البخاري صحيح مسلم، وكذلك بقية الصحاح، إلا أنها دون الصحيحين. ولكن أنت إذا كنت مبتدئا في طلب العلم، أو أنك ما أنت بتطلب العلم بس تطالع مطالعة، فلا ننصح لك بذلك، تقرأ على العلماء، تتفقى على العلماء مهما أمكنك ذلك. نعم. يقول السائل: هل يجب تسوية الصفوف أيضا في صلاة الجنازة؟ لأنه من الملاحظ يا شيخ على بعض الناس عدم الاهتمام بذلك. تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما في الحديث: سوى بأن تعدل ولا يتقدم بعضهم على بعض، لا يبقى فيها فرج، يتراصون بالتقارب بينهم بمحاذاة المناكب والأكعب، فيعدلوا صفوفهم ويسدوا الفرج فيما بينهم، هذا هو أداب الصفوف، وهذا كما تصف الملائكة عند ربها، ويكملون الصف الأول فالأول، لا يبدأون صفا حتى يمتلي الصف الذي قبله. ننبه على مسألة في هذا، وهي أن بعض الشباب أو المتعالمين إذا صف يفحج بين رجليه ويباعد بينهما حتى يأخذ محل رجلين ويضايق من بجانبه من هنا وهنا، هذا لا أصل له وهذا لا يجوز، لأنه يؤذي المصلين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الأجر في رمضان فضيلة الشيخ هل يتضاعف إذا كان الحر شديد، والعكس إذا كان باردا؟ على المسلم أن يخلص نيته في الحر والبر، ولكن إذا كان الحر شديدا وصبر على ذلك، شهر رمضان يسمى شهر الصبر، لأن فيه صبرا على الحر، على الظمأ وعلى الجوع، هو شهر الصبر، ويتحمل ذلك في مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال. يقول السائل: إذا صليت في الحرم المغرب وأردت السفر، أجمع العشاء إليه 4 ركعات أم أقصر، وهل لي أجر 100,000 صلاة؟ نعم، تقصر صلاة العشاء وتجمعها مع المغرب جمع تقييم إذا كنت تعزم على السفر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سجل هذا اللقاء الزميل المهندس عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.